مهم جدا زي ما انتم شايفين كده، كلنا لابسين كمامات. انا ركزت خلال تفقد كل الطريق من اول الجيزه، كل الاماكن اللي وقفنا فيها، سواء مع فناشر رصف اسفلت، سواء مع معدات بتشتغل في الاتربه وطبقات الاساس، سواء معدات، وشفتوا انتم النهارده مكنه فينيشر خرسانه، فرش طبقات خرسانه، مكنه الماني من احدث الماكينات والالات اللي بتفرش خرسانه في العالم. المكنة دي بتفرش خرسانة بسمك حتى 40 سنتي، احنا بنشتغل 25 سنتي وحتى 12 متر عرض. المكنة دي عامل واحد زي ما انتم شفتوا بيشغلها، عامل واحد فقط بيشغل المكنة. الخرسانة بتيجي تترمى قدامه، هو بياخدها بيفرشها بيهزها بيشغلها، مكنة تانية وراه بعامل تاني آخر بتيجي تمشط البلاطات، ثم بترش المواد الكيماوية علشان تعالج البلاطة، ثم بيخش منشار بسيط صغير يقطع البلاطات عشان يعمل فاصل تمدد. يعني حجم عمل كبير جدا، ولكن بيدار تقريبا بأربعة خمس عمال بكتيره جدا. وده الشغل اللي احنا بنقول ان احنا لن نتوقف فيه، لن نتوقف فيه. ده شغل حجم عمل كبير جدا، مهم جدا عشان نخلص كباري ونخلص طرق ونفتح للناس تتحرك، وفي نفس الوقت بياخد عمالة قليلة، أعمال أو مشروعات غير كثيفة العمالة. فطب ليه نوقف؟ ليه نتوقف؟ ليه نوقف عجلة الإنتاج والمشروعات اللي شغالة؟ لا، إحنا هنشتغل وهنجري وهنكمل إن شاء الله بإذن الله. بس زي ما أنتم شفتوا النهاردة بقف مع كل العمال، سواء النهاردة أو قبل كده، بس بصراحة النهاردة طبعا إحنا زودنا شوية نتيجة زي ما أنتم عارفين كلكم، ما ينفعش رئيس الجمهورية شخصيا يمر على المشروعات ويعدي على المشروعات ويوجه الناس اللي عندنا ويوجه عمالنا ويوجه شركاتنا ان هي تأمن نفسها وتعقم موقعها وتلبس كماماتها واحنا نقعد في مكاتبنا، مش هيصح. فكان لازم على طول كلنا مش نتحرك، يعني الحمد لله كلنا بنتحرك كل يوم، ولكن كان لازم نزود شويه جرعه التوجيهات والارشادات والتوعيه والتعقيم والتأمين لكل عمالنا. بنقف نتكلم معاهم، بنوجه الشركات بتاعتنا ان مثلا موقع زي موقع المنيا ده، او زي ما نشوف اللي كنا فيه من شويه، او عند الفيوم على الطريق الصحراوي، طب الشركه ليه تسيب عمالها اساسا تروح تبيت في اقرب قريه او في اقرب مدينه او تروح وتيجي كل يوم لو هم عماله قريبه من المكان؟ لا، كل شركه بتعمل معسكر زي ما بنعمل كده في معسكرات الخطر المسلحه، معسكر مؤمن نظيف بكرفانات نظيفة متهوية كويس، حمامات نظيفة متهوية كويس، مطابخ نظيفة متهوية كويس وفيها أجهزة ومعدات للطهي على أعلى مستوى، مكان زي كده ميز أو زي مطعم الناس بتاكل فيه، أماكن الإقامة نفسها بتتهوى كويس وموجودة، وسيلة المواصلات اللي بتنقلهم من المكان الموقع ده أو المكان المبيت ده أو المعسكر ده إلى مكان العمل في الكوبري هنا أو في الطريق أو في أي حتة، لازم يبقى كثافته على الاقل زي ما سمعتوني بنقول 25 ل 30% من كثافه الاتوبيس. يعني لو اتوبيس بيشيل 20 راكب، ايه المانع يبقى فيه 10؟ ايه المانع يبقى فيه 8 ويودي العمال بتوعه على اكتر من رحله؟ كده نقدر نشتغل، كده نقدر نكمل مشروعاتنا، لان الحياه لن تتوقف ان شاء الله باذن الله، الحياه لن تتوقف. برضه كنت بتسمعوني دايما بسال العمال سؤال تقليدي خالص، الشركة بتدفع لك مرتبك؟ أيوة يا فندم. بقيت أقول له اللي الشركة ما بتدفعش مرتبه، مرتبه عندي أديهولك دلوقتي. كل الناس تأكدت إن كل الشركات بتدفع مرتبات سواء العمالة الثابتة عنده أو العمالة اليومية اللي العمالة المتغيرة اللي هي بالأجر اليومي. فإحنا ده مش أقل إن إحنا نرد الجميل لأهلهم، نحافظ على أولادهم. زي ما أنتم شايفين النهاردة الحمد لله أنا شخصياً اطمنت كويس قوي على كل العمال والمهندسين والفنيين اللي بيشتغلوا في مشروع طريق القاهرة أسيوط أسوان الصحراوي الغربي وكل محاور النيل. أنا على طول النهاردة هنا في الموقع، ولكن بالتليفون مع كل مهندسينا في هيئة الطرق ومناطقنا والشركات اللي بتشتغل معانا في كل المحاور اللي على النيل، بل وكل الطرق اللي بنشتغل فيها في مصر. إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله بإذن الله نكمل مشروعاتنا في توقيتها إن شاء الله، ولن نتأخر.